مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. انا ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة منفردة من نوعها، لان هاد يعني الولادة عمري ما شفت بحالها، معمره بمدى ليا يعني لمدة 8 سنين وانا كندير التربية ديال الارانب. في الحق عمري ما لقيت هاد الحالة، ولكن الخطا اللي وقع لي انني ما بغيتش نلقح هذه الانثى في فصل الصيف. كما كتشوفوا كتعرفوا في هذه الايامات راه كاين واحد الموجه حاره ديال الصيف، يعني بحال اللي تحط معها الذكر وما كنتش ما دايرش انني غادي نلقحها، وتلقحت بالخطا. سمو لقيت ان ولدت، ولكن ما عمري ما شفت شي انثى غادي تولد بهذه الطريقه هذه، اللي هي انها نتفت لا بدون ما تنتف يعني شعر. شوفوا سبحان الله، انا غادي نوريكم كيفاش ولدتهم بدون ما تنتف ولا زغبه واحده. هانتوما شوفوا سبحان الله، راهم احياء، راهم مزيانين، صحه جيده، ولكن لاحظوا انها حست بلي كاين حراره وما نتفتش ولا زغبه واحده. هانتوما واحد شويه ديال الشعر، هانتوما كما كتشوفوا شويه ديال الشعر ها هو هنايا، ولكن هما تولدوا بدون ما تنتف الشعر. الناس يعني بغيت نشارككم هذه الحلقه، في الحقيقه ما عمرو ما وقعت لي هي ماشي مشكل، وانما شوفوا سبحان الله ان هذه الانثى حست باللي كاينه الحراره وقررت انها تولد بدون ما تنتف. مع عمري ما لقيت شي انثى ولدت بدون ما تنتف. كاع يعني غالبيه ديال الانثى الا مشات ولدت بدون ما تنتف كتكون غير ماتهم قبل من الوقت. هادو لا، هادو ولدتهم بصحه جيده، انتم كما كتشوفوا راه مراقبهم دابا، من تشوفوا باللي هي جالسه حداهم هكا عرفوا باللي راها مراقبهم. ممكن انني نخشي غير صبعي هكا غادي تاذيني، ممكن انها تاذيني. يعني هاد الولاده هادي كنشوفوا القدره الالهيه ديال الخالق، انها هي الانثى كتحس بالحراره، الا مشات حتى لقات البرد كتنتف اكثر، ما كتقدرش تولد بدون انها ما تغطي الصغار ديالها. ومنين حست بالحراره ها انتما ولدت بدون ما تنتف زغبه واحده. شوفوا سبحان الله، هذا انا تعجبت في الحقيقه، اول مره غادي يوقع لي هذا الولاده بهذه الطريقه هذه. طلبوا معايا ان سيدي ربي ان هاد الصغار هادو يعيشوا. انا كان يعني في هذه المرحله الاولى كنحاول انني نتهلا في الصغار يعني بالتدفئه، ولكن بالنسبه لهاد الصغار هادو غادي نحاول انني نهيئ لهم واحد الجو ديال الظل، يعني هما ما يتاذوش بالحراره. نحاول انني نبرد عليهم شي شويه تتفوت هذه الموجه ديال الحر. ويعني اذا كان شي واحد منكم وقع له نفس هاد يعني هاد الولاده هكا، يحاول انه يتعامل بواحد الطريقه ذكيه. علاش؟ انه ما خصوش يغطيهم. يعني الا شفتوا الانثى ها هي انها ما نتفتش، عرفوا بان هي راه قيست درجه الحراره وعلمت المربي انه ما يغطيش هاد الصغار، راها كاينه الحراره بزاف، وممكن ان الى غطاتهم الى شي مربي غلط ومشى غطى هذوك الارانب ديالو، بحال غادي يخرج على القاعده اللي هي رسمها للصغار ديالها، ويعني الفكره اللي عطات المربي انه ما يغطيش هذوك الصغار، لان كاين شي مشكل في الجو الحراره، ممكن انهم الى تغطاو راه غادي يقدروا لا قدر الله يموتوا. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حلقه يعني منفرده في الحقيقه، اول مره غادي توقع لي هذه الولاده بهذه الطريقه هذه. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، تكيو على زر جيم، ما تنساونا بزر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.